والأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف المقدم طارق العمراوي الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني. مساء الخير سي طارق. أهلا وسهلا ومرحبا بك. بداية شنو الوضع في عقارب؟ والله الوضع حاليا معناها حسب المعلومات المتوفرة لدينا الوضع معناها يتسم بالهدوء، لأنه كما تعلم معناها اليوم وقع مهاجمة المركز وتم إحراق بعض الوثائق وإحراق مستودع معناها بالمركز الحرس الوطني بعقارب، مما اضطر عوان الحرس الى الانسحاب تفاديا لحدوث مصادمات مع المهاجمين للمركز. معناها عوان الحرس الوطني انسحبوا وتم تعويضهم بعناصر من الجيش الوطني سي طارق؟ لا، تم تعويضهم لا بالجيش الوطني، لا هذا في الحقيقه هذا ما يطالبوا به المواطنين، وهذا ما هوش ممكن وماهوش معقول بالمره انه معناها يطالبوا بانسحاب عوان الحرس الوطني من مرجع النذر اللي هو يعتبر مرجع نذر الحرس الوطني هذا، وامور ماهيش معقوله بالكل ومعناها وخطيره جدا انه يطالبوا معناها انسحاب الامن وانسحاب الحرس من المنطقه وتعويضه معناها بالجيش الوطني. احنا الجيش الوطني الوحدي قاعد يخدم على روحه معناها قاعدين يخدموا، ولكن كما تعرفوا الحرس الوطني انسحب تفاديا لكل المواجهات وكل الاحتمالات اللي ممكن معناها تصير، حيث انه المواطنين اصروا معناها منذ يومين اصروا على مهاجمه المركز تاع الحرس الوطني، وكما تعرفوا الاسباب ما تستدعيش بالمره، وجود حادث مرور معناها صريح قاتل فيه طرف اداره معناها سياره اداريه تابعه للحرس الوطني، تم اتخاذ الاجراءات اللازمه، تم اعلان النيابه العموميه، تم توقيف العون المتسبب في الحادث، ولو انه كما تعرفوا معناها الدرجه الناريه كانت تسير بدون اضواء. هذا كله معناها امور جانبيه، ولكن ما الغريب في الامر انه معناها مهاجمه المركز وحرقه، وكما تعرفوا بينا احنا كحرس وطني منذ البارح حسن النيه وتم ايقاف 4 شبان، وقلنا بلاش تم التغرير بهم والتنسيق مع النيابه العموميه، تم اطلاق سراحهم. باهي سي طارق، تثبت اليوم بالهدوء الا انه ما رانا بعض الجنازه يتم مهاجمه المركز من جديد. سي طارق، ممكن اهالي عقارب يحبوا الامن ينسحب، لانه حتى تو قدمنا التقرير نسمعوا شهادات من المواطنين هذوما يقولوا انه تدخل كان عنيف لقوات الامن، نحبك توضح لنا النقطه هذه بربي. والله التدخل شو معناها التدخل كان عنيف؟ بالنسبه لي احنا حسب المعلومات المتوفره، انا ما كنتش حاضر معناها على الميدان، ولكن حسب المعلومات المتوفره ولسوء الحظ اني مانيش نشاهد في النشره حاليا، لكن تدخل بالطبيعه المركز معناها صحيح عوان الامن استعملوا معناها للقذائف المسيله للدموع تجنبا للاعتداء على المركز، وهذا ما تم فعلا، الا انه الطريقه اللي يحكوا بها هذه ما تدعو الى الغرابه نوعا ما، واستغربت انا به، لانه منذ قليل كنت نحكي مع مسؤولين امنيين في على عين المكان، وقالوا لي حتى اهالي الفقيد اللي بالمناسبه نترحموا على روح زكيه نتاع اللي توفى في الحادث، الله يرحمه، وهذا مشيئه الله وهذا قدره، لكن سمعت اللي اهالي الفقيد بيدهم وعقلاء الجهه وثقات الجهه تقدموا حتى للسلطات نتاع الحرس الوطني ومعناها وعبروا على حسن النيه، ثم حتى نائب المجلس التاسيسي حاولت التهدئه، لانه وقع معناها سبهم وشتمهم من طرف بعض المدعين. باهي سي طارق، اخر سؤال، كيفاش يمكن تطويق هذا التوتر اليوم في عقارب؟ والله تطويق التوتر هو ما فماش اسباب معناها مباشره تستدعي التوتر هذا الكل، ما فماش معناها اسباب واضحه وطلبات معناها واضحه، لانه نتصور ان شريحه من الشباب ربما ارتأت انه تهاجم المركز، وكما تعرفوا معناها استهداف الوثائق والارشيف وبعض المحاضر ربما يدل على انه معناها كما ما عادش شنو تنجموا تفهموا منه هذا من وراه، وانه حرق المركز وحرق الوثائق حرق مستودع معناها لا داعي، الامن القانون فوق الناس الكل كما تعرفوا، سواء بالنسبه لعون الامن اللي ارتكب حادث مرور وتم اتخاذ الاجراءات جميع الاجراءات القانونيه في شانه، كيف بالنسبه للي خلف القانون من المفروض انه سيتم اتخاذ الاجراءات في شكرا شانه. لي رغم هذايا كما قلنا، سمح لي رغم هذايا كما قلنا احنا برهنا على حسن النيه وتم اطلاق سراحهم على اساس تهدئه الوضع وتجنب مثل هذه المصادمات، ومشيت الامور على احسن ما يرام صباح هذا اليوم، لانه بعد الجنازه وقع مهاجمه المركز من جديد وتم حرقه كما قلنا. شكرا لك المقدم طارق العمراوي الناطق باسم الاداره العامه للحرس الوطني على هذه الايضاحات.